السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا تتبع قناة نوستالجيا تي في، مرحبا بكم من جديد. أحبائنا من أبناء مدينة بركان خارج الوطن وداخله، مرحبا بكم معنا اليوم في هذه الجولة الجديدة. نديرو الجولة خفيفة في مدينة بركان. شوفوا هذا الجهاز، نقط مكناس هنا عند الساحة ديال البايو مسجد الغفران. شوفوا مجيد شارع محمد الخامس، شارع الأهرام، تلمع شارع الشهداء وشارع البرج، جهة المنصة التجارية وتحتها بني جديد وشارع محمد الخامس إن شاء الله، والطريق اللي تفوت على ليتيا والليمون حتى طريق السعيدية إن شاء الله، وطريق السعيدية. مهم، دير معكم واحد الجولة في مدينة بركان. مرحبا بكم معنا اللي توحش مدينة بركان، ديكم معنا في جولة، مرحبا بكم إخواننا. خليكم وما تنسوناش كالعادة باشتراك في القناة وإعجاب للفيديو ولملا تعليقات لمعرفة آراءكم واقتراحاتكم وتعليقات لدعمنا وتشجيعنا على تقديم المزيد. وشكرا لكم من جديد، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.
Thank you.